رجعنا نتواصل من جديد مع كل مشاهدينا في كل مكان، ويمكن زي ما شاهدتونا احنا بندردش نتكلم في موضوع مهم جدا، موضوع ريادة الأعمال. يعني شباب عندهم أفكار، عندهم طموحات، عندهم رؤى مستقبلية عديدة، بمعنى أنه يا حمزة صح. أنا وإنت وغيرنا وكثيرين بيفكروا أنه يكون عندهم مشروع مختلف، يكون عندهم حاجة خاصة بهم. العمل الحكومية والعمل الخاص ايا كان، في الاخير بتلاقي نفسك في يوم من الايام بتفكر انك تستغير عشان حياتك المعيشية، عشان الظروف الاقتصادية، عشان انت عايز تعيش حياة كريمة، عايز تركب سيارة، عايز تمتلك بيت، عايز يكون عندك مال ورصيد في البنك. كل هذه الاشياء من وين؟ كيف تقدر تلقاها؟ ما لم يكون في فكرة وتنفيذ للفكرة ما هتقدر تخطو اي خطوة قدام. نبدأ بالفكرة الاساسية، فكرة ريادة الاعمال، وكيف انه يكون عندك مشروع خاص بك تنتج منه وتستفيد وتفيد. صحيح يا لينا، خاصة انك يعني تكون في ريادة الاعمال وتكون مشروع اصبح تحدي رئيسي جدا مواجه الشباب، طبعا للحالة الاقتصادية اللي بيمر بها البلد، لضعف الموارد كثيرة عندنا في السودان، لكن استغلال هذه الموارد قد لا يكون بالطريقة الصحيحة او المناهج العلمية او البحث العلمي اللي بيخلي الشخص صح. انه يتأهل ويواصل في فكرته. احنا عشان نكون في الصورة كيف نبدأ بالفكرة في ريادة الأعمال ونحقق طموحاتنا وذواتنا، خلونا نتعرف أكثر على الباشمهندس عبد المنعم بابكر. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير عليكم، وصباح الخير على كل المشاهدين في جميع السودان، وجمعة مباركة عليهم. علينا وعليك يا رب. طيب باشمهندس عبد المنعم، نتكلم أولا وبداية عن فكرة ريادة الأعمال. أنت كشاب، وإحنا شباب وكثير من الناس حابة تستفيد، اشرح لنا شوية شو فكرة ريادة الأعمال. طيب ممكن احنا في الاول نعرف المصطلح بتاع رياده الاعمال. ممكن نسميه الاحتمار او نسميه هندسه المشاريع. فانت رياده الاعمال هي عمليه تحديد مشروع او تحديد فكره جديده. الفكره بتقوم بتخطط لها، بتنفذها عشان تستفيد منها لارباح ماليه. فده الهدف الاساسي من رياده الاعمال، انك تحدد مشروع وتقدر تطوره، تتحمل المخاطر اللي فيه، وتقدر تستفيد منه ماليا. فريادة الأعمال هي أي عملية لإنشاء منظمة أو مجموعة من المنظمات أو تطوير حتى منظمات موجودة أصلاً في السوق. صحيح باشمهندس، يعني الصعوبة الكبيرة اللي بتواجه الشباب وتواجه أي شخص عنده فكرة عشان تصل إلى أرض الواقع تكوين هذه الفكرة وأن تجي جهات معينة يعني تسندك عشان تواصل في الطريق، فهل نحن ما عندنا مؤسسات تحتوي كل أفكارنا؟ لأنه الأفكار دائما تكون حبيسة الأدراج دائما، يعني تخوفا من أنه الفكرة تسرق أو ما أو يفشل فيها، فعايزين يعني مؤسسات زي دي تحفز لنا شبابنا عشان يطلعوا جواهم، هل ما في ولا كيف؟ طبعا الأفكار، يعني أي شاب عنده فكرة أو أي مواطن بيكون عنده أفكار، عنده في باله انه ريادة الاعمال، لكن المفهوم بتاع انتشار ريادة الاعمال ده في صعوبه، ما وصل بصوره كويسه لكل الناس. فمجتمع الابتكار وريادة الاعمال في 2013 بتاسس وبدا في نشر مفهوم ريادة الاعمال. اول حاجه عملها كان وزعنا استبيانات في الجامعات الكبيره كجامعه الخرطوم كجامعه السودان عشان نقدر نعرف قدر كيف منتشره مفهوم ريادة الاعمال في السودان ونقدر كيف الناس اللي عندهم امكانيه او قابليه انه يكون في المسار بتاع ريادة الاعمال. والحمد لله عملنا الاستبيان ده وقدرنا نعمل له تحليل عن طريق قسم الاحصاء في جامعه الخرطوم، وقدرنا يكون عندنا قاعده بتاعت بيانات كبيره انه نحل بها مشاكل في البلد، اللي هي دائما عندنا مشكله بتاعت بطاله بصوره كبيره، عندنا افكار، عندنا شباب متميزين، لكن في نفس الوقت ما عندهم مشاريع يستفيدوا منها، منتظرين الوظيفه. صحيح. فمفهوم الوظيفه ده دارين نقلله بمفهوم رياده الاعمال، انك ما تكون منتظر وظيفه، ازعى انت ابتكر فرصتك، اخلق فرصتك عشان يكون عندك فرصة أو وظيفة تشتغل فيها. جميل، ده بياخذنا لنقطة ثانية مهمة جدا، إنه أنا ما أنتظر وظيفة، أنا أبحث. طيب في بعض الوظائف عموما المجتمع بينظر لها بنظرة سلبية، يعني بيكون في شاب هو ما حابب مفهوم البطالة، حابب ينتهي أي مهنة، في بعض المهن المجتمع بينظر لها نظرة سلبية، طيب كيف الشباب يقدر يستثمر في أبسط المشروعات وأبسط المهن، يعني المهن البسيطة دي يحول المفهوم السلبي لإيجابي ويقدر من خلال يستثمر المشروع. بالضبط، إنك أنت في يعني لما تنزل السوق شايف شباب انه انا قريت، انا ما عارف، انا مهندس، انا دكتور، لكن انزل السوق صعبه، شايف انه دي ما عارف بتقلل من مقامه. طيب انت استخدم التكنولوجيا من غير ما تنزل السوق، اصنع افكار، اصنع مشاريع من خلال التكنولوجيا. يعني زمان مثلا مشاريع، في مشاريع عسي بتاعت خضار، في مشاريع بتاعت تاكسي، تمام، دي كلها منتجات برضه الكترونيه. ايوه الكترونيه، يعني ابيع استثمر، كلها ممكن اعملها من خلال رياده الاعمال عن طريق التكنولوجيا.
من غير ما انك تنزل السوق، من غير ما تعمل حاجه. اها، بس من اللي ذكرت جانب مهم هو جانب توزيع الاستبيانات على مستوى الجامعات الكبيره من اجل التعرف على عقول الشباب وطرق تفكيرهم. انت وجدتوا الشباب ده بيفكروا كيف؟ هل عندهم افكار وخايفين انه تنزل لارض الواقع، ولا فكرهم مشغول بجوانب اخرى غير انه يكون عندهم مشاريع على ارض الواقع تخدمهم في المقام الاول وتخدم البلد يعني؟ احنا وجدنا الشباب انه عندهم افكار وعندهم قابليه كبيره جدا انه يدخلوا في المسار بتاع رياده الاعمال. عشان كده احنا في 2014 بقى دورنا انه نبحث عن انه افكار والادوات المستخدمه عالميا عشان تساعد في زياده مفهوم رياده الاعمال ونشرها. ففي 2014 الحمد لله تحصلنا على رخصه برنامج اسمه ستارت اب ويكند، هو تابع لمنظمه عالميه. البرنامج ده بيساعد في نشر مفهوم رياده الاعمال بانه يكون هو عباره عن برنامج اديوكيشن تعليمي، يعلمك كيف انه تحول فكرتك لحقيقه لشركه في خلال 54 ساعه. الحاجه الثانيه الحمد لله في 2014 اتحصلنا على رخصه لقيام اسبوع رياده الاعمال العالمي. فاول حاجتين بدنا بهم في 2014 هي ستارت اب ويكند، كان ضمن فعاليات اسبوع رياده الاعمال العالمي. فاشتغلنا على ورش توعويه برياده الاعمال العالمي في الجامعات، لانه احنا مستهدفين الشباب في الجامعات. عشان كده نحن قدرنا نغطي الحمد لله كل الجامعات الكبيره، وقدرنا نوصل لهم مفهوم رياده الاعمال عن طريق ورش ومحاضرات ومساعدين يوصلهم الافكار. جميل. بما انكم كنتوا شغالين ومن 2014 كان في فكره ونموذج وحتى الان هو معمول به، يعني نتكلم عن تجربه، يعني اذكر لنا تجربه في تمويل المشروعات ومشاريعكم تحديدا والمصاعب اللي انتم واجهتموها يعني. طيب ممكن الافكار طبعا طلعت من رياده الاعمال من 2014 لحد 2019 الان، يعني افكار كبيره وتكون لاحظ المجتمع بصوره كبيره في الخدمات اللي قدرت قدمت له من خلال المشاريع بتاعت التكنولوجيا، من خلال الموبايل موبايل ابلكيشن، من خلال الموبايل اس ام اس، يعني في برامج كثيره وتطبيقات كثيره نزلت السوق يعني ساهمت في تطور او حل مشاكل بالنسبه للمجتمع. المصاعب شنو ممكن تكون واجهتكم؟ اذا كان في تجارب فعليه وحقيقيه الان معمول بها، نحن يمكن للاعلام بعيدين عنها تماما، لكن شنو المصاعب اللي ممكن تواجه الانسان في تمويل المشروع وغيره؟ ممكن التمويل قدرت ان يعني مشكله انه نتوركينج، يعني انت عندك فكره غالبا بيكون عندك فكره لكن ما عارف انك تمويلها من وين، توصل لها من وين. نحن بنحاول لسه كل سنه انه نحاول نوفر مستثمرين، نوفر انفستر للحاجه دي عشان تقدر الافكار تطلع من الخيال تبقى واقع. اها، عشان الافكار دي تطلع من الخيال وتبقى على ارض الواقع بتمر بمراحل طويله. ايوه، اول تكون الفكره عند الشخص والمحيط اللي بيكون بجوار الشخص قد يكون محيط ايجابي ومحيط سلبي. ايوه، فلو كان سلبي بيكون في صعوبات وعقبات كثيره جدا من الاحباطات انك تنفذ الموضوع ده شيء ما سهل. فكيف ممكن الشاب في بداية طريقه يواجه كل الصعوبات والتحديات اللي بتكون في حياته وما ينتبه للمحيط السلبي اللي جواه، بل يطلع الطاقة اللي جواه الجبارة عشان يواصل في مشروعه؟ طيب انت كرائد اعمال لازم يكون عندك مميزات. واحدة من المميزات الأساسية انك تكون عندك قوة بتاعت إرادة عالية جدا، يعني يكون عندك هدف، عندك طموح، عندك رؤية شاملة لفكرتك انك عايز توصل بها لوين. فدي من الحاجات الأساسية المفروض تتوفر في ريادة العمل أو في رائد الأعمال. جميل. طيب في مشكلات بتكون خارج قدرات الشباب، يعني الضرائب، التمويل، كل هذه مشاكل ممكن تواجههم، كيف تقدروا يعني تدوا الانسان دعم لانه هو يقدر يعني يتخطى المصاعب دي وتقلبات السوق والعمله وغيره، كيف؟ طيب نحن عندنا شاب او عندنا صاحب فكره جاب الفكره بتاعته، فنحن بنوريه التحديات اللي بتواجهه كلها، بنعرضها له عشان انت من الاول تكون عارف تحدياتك شنو، عشان تقدر انت تواصل في فكرتك او تجيب من الاول. لكن في نفس الوقت نحن ما بنساعدك انك تجيب، بنساعدك انك توصل لفكرتك دي، عشان كده بوريك التحديات عشان تكون جاهز لها ما عشان تجيب. الحاجه الثانيه عندنا مجموعه من المنترس المساعدين اللي ممكن يقدموا لك الاستشارات في اي وقت انت عايزه. طيب باشمهندس، التحديات والصعوبات ده جاوبت فيه جزء مهم، انه شخص اللي عايز يدخل رياده الاعمال لازم يكون عنده دوافع تكون كبيره ويلتزم بتحقيق هدفه ويصبر لحد ما يكون على ارض الواقع. لكن السؤال كان الصعوبات اللي بتواجهه من المحيط اللي حوله، يعني دائما حتى الجوانب الاقتصاديه بتشكل مهدد رئيس جدا لاي شاب منا عشان يكون مشروع على ارض الواقع. فكيف انا اواجه السلبيه في البيئة المحيطة بي؟ وكيف أنا واجه الظروف اللي ممكن تمر بي من خلال التمويل أو غير ذكرتها أنت الآن على مستوى المجتمع يعني؟ أيوه، لو ربطتها في نقاط المفروض يعمل شنو كذا وكذا.
الحاجات دي بتكون عن طريق المنترز، المنترز اللي هم اصحاب خبره اصلا في المجال ده، بدا في المجال ده واشتغل فيه وعارف التحديات دي ممكن يتغلب فيها كيف. فمن الخبره بتاعه الحواليه ممكن من المجتمع بتاعنا فيه مجموعه من المتميزين، مجموعه من اصحاب الخبره بيصوروا كويس. فلما يدخل المجتمع ده ويكون حواليه انه اصحاب خبره زي دي اكيد حيساعدوه انه يتخطى العقبات دي او يتخطى التحديات. جميل. طيب اصلا في قوانين وتشريعات لي يعني معنيه بتحفيز الانتاج، كيف انتوا بتناقشوا الحاجه دي مع الشباب؟ هل بيكون في انت قلت انه يكون في ناس مختصين؟ أيوة. طيب المختصين دي هل بيكون في محاضرات مثلا توعويه، محاضرات لمناقشه القوانين والتشريعات الخاصه بالتحفيز الانتاج وكذا؟ اكيد في محاضرات توعويه وفي ورش تثقيفيه وفي معسكرات بنعملها قبل ما نبدا اي فعاليه. فنحن بنجهز على حسب المواد المحتاجين لها او الماتيريال المحتاج لها اي صاحب فكره بنجهز له كل المنترز كل المحاضرين اللي بيقدروا يقدموا له الفوائد. جميل. الحاجه دي مقابل شهاده مثلا، بيكون عندي شهاده عن انه انا اي تي مثلا؟ أيوة. او بيجي عندي خلفيه عن القوانين والتشريعات الخاصه برياده الاعمال وكذا؟ بالضبط، حيكون عندي شهاده لكل فعاليه. طيب فور فري ولا؟ العمل ده التطوعي. اوكي تمام. يعني السؤال طيب. هدفنا انه بس نطلع الشباب ونحاول نساعد الشباب ونحاول نحل مشاكل البلد. كان عندنا معانا الدكتور يعني عبد الميت عبد القادر خبير الاقتصادي والزراعي، تكلم عن انه التمويل المشاريع بتحت الشباب اصبحت في محصوره في جانب معين، جانب الركشات قال بلد اتملت ركشات. فعايزين نشوف الشاب لما يدرس يكون بعين فاحصه للمجتمع، يعني عاين بزاويه مختلفه كده ويشوف مشاريع مبتكره عشان تلقى حظها من التوفير والانتشار كمان. فكيف ممكن الشاب يختار فكره مميزه عكس الموجود على ارض الواقع عشان يحقق بها رغباته هو؟ طبعا الحاجه دي بتتم بان يكون عامل دراسه لارض الواقع. لازم انت يكون عندك بيانات، عندك دراسه للمحتاجين شنو؟ الشعب او المواطن محتاج شنو؟ دائما في حياته بيكون ممتازه كرييتيف، حاجات افكار جيده لكن ما بتقدم لي خدمه انا كمواطن. ايوه. فكل ما كانت الخدمه بتمس مشاكل بتاعت المواطن اكيد الخدمه دي بتكون مقبوله وبتلقى القبول. كمان حمزه كان بيفكر في موضوع الركشه ده عشان كده ما عايزين والله الركشه المشكله احنا نطلع والله بصراحه يعني نطلع من الطور بتاع انه التمويل الاصغر او التمويل. أيوة بتاع الركشات وكده، يعني دي مشاريع لكن في مشاريع ثانيه ممكن تكون كرييتيف اكثر. طيب ده بياخذنا نقطه مهمه برضه. أيوة. مشاريع منزليه مثلا يا جماعه دار دم الايس كريم. يعني ده مشروع بيعتبر في المنزل، لكن كيف احنا نقدر نحفز ربة أسرة أيوة ربة المنزل إنها تقدر تدير وقتها وتحسن من منتج المنزل ده بأنه هو يكون مشروع راية الأعمال يعني تقدر تستخدم؟ طيب الحاجة دي حتضغطني لستارت أب ويكند اللي هو الفعالية الأساسية اللي احنا منظمينها هسي، أو هي الفعالية تحت أسبوع ريادة العمل. طبعا أسبوع ريادة الأعمال بيكون تحت مظلة الأي سي اللي هي مجتمع الابتكار وريادة الأعمال. بيكون في عدد من كبير من الفعاليات، فيه ستارت أب ويكند، فيه ستارت أب جرايند، فيه جاتين زرينك، دي كلها فعاليات مختلفة بتوصل الأفكار لمنصات، يعني هي منصات لعرض الأفكار. في السنة دي إن شاء الله ستارت أب ويكند خرطوم عندها سيم معين، السيم بتاعها اللي هو موضوع الفاينانشال انكلوجن. فنحن لو جينا ببساطة إنه نوضح مفهوم الفاينانشال انكلوجن ده شنو؟ إنه هو إدخال وإدماج الفئات ذات الدخل المنخفض في المنظومة الفنكية. إحنا عندنا من الدراسات والإحصاءات عندنا 38% من البالغين حول العالم خارج المنظومه البنكيه. خاصه في جنوب اسيا، في الشرق الاوسط، في شمال افريقيا. فنحن كيف ندخل الفئات دي في خاصه ندخلهم في المنظومه يعني؟ بالضبط، ندخلهم في المنظومه البنكيه عشان عشان نرجع لسؤالك قبل انه كيف انا اقدر امول الفئات بتاعت المجتمع الصغير ربة المنزل ربة كده. فنحن محتاجين لمشاريع اصلا عشان نقدر ندخلهم في المنظومه البنكيه. عشان نحن نقدر نوفر لهم التمويل اللي يقدروا يستفيدوا من الخدمات اللي بترفيه البنوك، يعني البنوك بتوفر خدمات بصوره كبيره لكن ما في زول بيقدر يستفيد منها. فانا قبل فتره سمعت بانه في بنك عنده كميه من الاموال لكن دار يمول لكن ما لاقي زول يمول. ما لاقي ناس جات يعني طرحت فكره او تشجعت او تحمست. بالضبط، لانه ما داخلين في المنظومه البنكيه ذاته عشان يقدروا يطلبوا تمويل من البنك. دي ثقافه قائمه بذاتها، المفروض الشعب او المجتمع ينتبه ليها اكثر. المفروض يدعم الاويرنس بصوره كبيره للشعب وللمجتمع، لانه اغلب الدول الناميه اسيا وماشيه في المراحل بتاع التطور اللي هي موضوع الدخل في موضوع الشمول المالي. انت عارف باشمهندس النقطه اللي ذكرتها لينا مهمه شديد. اماتنا واخواتنا اللي هم دائما عندهم مشاريع صغيره في البيت للقمه العيش الحلال التأويم تأوي كل اسرهم. بالضبط. فلو اتكلمنا هم عندهم مشروع
وبدوا في المشروع، سواء كان هذا المشروع بشتى انواعه زي ما ذكرت المنتجات المشغولات اليدويه او غيرها. فلكن الجزء المهم انه كيف هي تسوق عشان تحقق نسبه انتشار عاليه عشان يصل منتجها ده لجهات بعيده، لا دائما بتكون في محيط الحي او محيط المجتمع اللي هي عايشه فيه. فهل ممكن مستقبلا نجد لهم منصات، خاصه انه استعمال التكنولوجيا قد ما يكون كبير؟ فالمطلوب شنو عشان يتسوق المنتج ده ويلقى حظه من الانتشار؟ طب من اهم الخصائص اللي بتقدمها رياده الاعمال اللي هي زياده الدخل، يعني بتساعد في زياده الدخل، بتساعد في اخراج المنتج المحلي، تزيد المنتج المحلي، وفي نفس الوقت بتساعد في خلق اسواق جديده. فالحاجه دي بتتم يعني عن طريق الورش وعن طريق التدريب. وبالنسبه لزياده الدخل المنخفض او اللي قلتها اللي هم الاسر او رباط المنازل، فحنحاول ندخل موضوع التكنولوجيا كيف يستخدموا التسويق لمنتجاتهم دي من خلال التكنولوجيا. فدي عباره عن ذات الفكره بتاعت مشروع ثاني. اذا كان انا عندي مشروع بحاول يسوق للمنتجات الصغيره ده، في بالنسبه لي مقابل كوميشن معين من اصحاب مثلا رباط المنزل، صاحبه العمل في المنزل. فانا لو قدرت عملت مشروع عشان انا اطلع منتجاتهم للعالم، فدي بالنهايه برضه فكره بتساعد فكره ثانيه. فممكن من خلال التكنولوجيا نساعدهم في انه نقدر نطلع لهم منتجاتهم ونعرضها للسوق يستفيدوا من خلال التكنولوجيا، من خلال الراي العام. صحيح. يعني نتكلم عن ضروره تنبيه الراي العام لاهميه المشروعات ورياده الاعمال اللي هي نشر الثقافه بتاعت رياده الاعمال. نشر الثقافه مهمه، ورينا كيف نحن نقدر ممكن نعمل الحاجه دي عشان في الاخير الدوله هي كمان مستفيده. يعني كل فرد لما انت يكون عندك مشروع ما انت بتستفيد، انا كمان كفرد في المجتمع بستفيد. أيوة. طيب نتكلم انه كيف ممكن نقدر ننبه الراي العام برايك انت؟ يعني انتوا عايزين شنو؟ تطلبوا شنو من الراي العام عشان تقدروا؟ طيب بحاجه بس، انا لما انضميت لمجتمع الابتكار ورياده الاعمال ما كان عندي اي خلفيه على الحاجه دي. فاول ما دخلت انتهت الفعاليه، بدات معاهم فعاليه ثانيه، لقيت انه انا عايز ادخل داير اعمل مشروع خلاص. انا داير استغل من انه موضوع انه يكون عنده وظيفه، ما داير يكون عنده وظيفه، اكون مستغل، اكون عندي مصدر دخل برايي، اكون كذا. فالحاجه دي من خلال انك تكون تشارك في الفعاليات، احضر قدر ما تقدر في ورشه، في منتدى، في ندوه توعويه، فحاول انك انت توصل لرياده الاعمال عشان تقدر انت تكون مبادر فيها، عشان تقدر تطلع بمشاريع جديده. اها، ده الجانب المشرق، انه المجتمع يكون شريك رئيس مع الشخص اللي بينتج الفكره عشان يتفاعل معاه بالصوره المطلوبه. لكن كثقافه، انا عندي فكره وما لقت حظها، هي كانت فكره جميله لكن انه تصل للناس كانت ضد الصعوبه الكبيره. فنتكلم عن تقبل المجتمع ذاته وثقافته للمشاريع نحن بننتجها. لينا ذكرت جانب التثقيف والتوعية اللي بيكون كبير، لكن انه كيف يكون شريك معاي في الفكرة بتاعتي عشان انت تستفيد منها وعشان انا اتقدم بها للأمام؟ اول حاجة موضوع انه توقفك العوامل الخارجية دي المفروض نهاية تخط من بالك. يعني بدون ما اذكر في فكرة دخلت معانا في سنه من السنوات، انت ما تذكر كلها تجارب ليله ما دعاية واعلان ليهم. طيب في فكره دخلت معانا، الفكره دي ما جت ولا في المراكز الاوائل. والسنه الجايه السنه اللي بعديها شاركت برضه ما تحصلت على اي مركز. السنه الثالثه كانت راعدين، انتشرت في السوق وبقت راعد. استفادت من شنو وكان العقبات اللي واجهتها شنو؟ حاولت، ما وقفت. ما قالت انه انا نهايتي الفعاليه دي او احنا حاجيف هنا، ما حقدر، ما سمحت للفشل. بالضبط، نحن بندربك وبنعلمك وبنوريك اي اداه ممكن تساعدك، لكن الاراده حقتك انت. جميل. طيب باشمهندس، نتكلم عن تجربه ستارت اب ويكند اللي هي السنويه، نتكلم عنها، هي شنو؟ متين هتكون؟ لانه يمكن ناس كثير يكونوا يتحمسوا حاليا من صحيح. كلامنا ومن فكره رياده الاعمال، وعندهم فكره ومحتاجين بس دفعه شويه. ستارت اب ويكند خرطوم وين ومتين؟ خرطوم وين ومتين؟ وحتى اسبوع رياده الاعمال عشان الناس تستفيد. طيب ستارت اب ويكند هي فعاليه زي ما قلت قبل، هي فعاليه تعليميه بتدرب من خلال اصحاب الافكار انه يطوروا افكارهم كيف، وتطلع عباره عن شركه من خلال 54 ساعه اللي هي عدد ساعات الويكند. ستارت اب تابعه لمنظمه امريكيه اسمها تيتش ستار. المنظمه دي بتدينا الرخصه للقيام بتاع المسابقه دي. المسابقه بتتم عن طريق اي اي سي اللي هي مجتمع الابتكار ورياده الاعمال سنويا في شهر 11. خلال السنه ممكن لو لقينا مثلا احتياج للفعاليه عشان تقوم بنقوم نقيمها. فقومنا قبل في خلال اعتصام ستارت اب ويكند جفرمنت للمشاكل والحلول للحكومه المستقبليه. هسه فتحنا ستارت اب ويكند في موضوع خاص اللي هو موضوع الشمول المالي. فتحنا الابلكيشن قبل شهر، جبنا مجموعه بتاعت 335 فكره. امبارح بدات الفعاليه، و
بتستمر الفعاليه لمده 3 ايام. في اليوم الاول بتيجي عرض الافكار بتاعتك، بيكون عندك مجموعه من المطورين اللي هم الديفلوبر، مجموعه من المصممين، عندك مجموعه من اصحاب الخبره في مجال البيزنس، وانت بتجي الرابع اللي هو صاحب الفكره. فانت بتطرح فكرتك للمجموعه دي، بتكون بعديها تيمك، تقدر انت في خلال الجمعه والسبت انت عندك تيم كامل، عندك مطور، عندك مصمم، عندك بيزنس اكسبرت. فانت كونت التيم بتاعك، لانه نحن نؤمن تماما بانه ما في حاجه بتقوم من غير تيم، ما في فكره بتمشي. وين الكلام للمكان؟ الفعاليه في مامون بحيل، مركز مامون بحيل. وده كلام طيب شديد. على ذكر الاراده اللي انت ذكرتها لاي شخص في رياده الاعمال عشان يقدر يستمر، انا عندي فكره واستمريت وبقعد على ارض الواقع خلاص امام الجمهور، يا اما تنجح بذات الهمه الكبيره، يا اما تقل همتك والفكره دي تزول يعني. فكيف انا احافظ على فكرتي عشان اواصل بها الى الامام واضيف فيها كل ما مره؟ لانه واحده من يعني مفاتيح النجاح الدوافع اللي بتكون جوا الشخص عشان يقدر يستمر في الحياه. صحيح. طيب انت بتواصل فكرتك بانه تعمل ورك 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 ورك. ثاني حاجه في انك تبني تيمك، فانت لازم تكون مقنع ولازم تكون مقتنع بفكرتك تماما. انت لو ما مقتنع بفكرتك تماما ما حتقدر توصل لهدفك، فلازم تكون مقتنع تماما، تقدر تقنع الاخرين عشان ينضموا لك في فكرتك، تشتغل على فكرتك بصوره مستمره. طيب تجارب التمويل الاصغر في السودان، الواقع والتطوير، تكلم عنها شويه. طب نحن حاجيها من ناحيتنا نحن. من ناحيتكم طبعا. ايوه. طيب من ناحيتنا نحن السنه دي استهدفنا الحاجه دي بصوره كبيره، ان كيف نطلع مشاريع تقدر تساهم في نشر المفهوم بتاع الشمول المالي زي ما قلت لك، وتقدر توصل التمويل ده لاصحاب الافكار في المدن، في الريف، في القرى بصوره كبيره. فعشان نقدر نحن نمول، طيب انا ما عندي زول اصلا هو داخل لي في منظومه بنكيه، كيف انا اقدر اموله؟ فده هدفنا، انه نحن نحاول السنه دي انه ننشر مفهوم الشمول المالي من خلال المشاريع بتاعت البيزنس المرتبطه بالشمول المالي. عشان تتطور يعني. بالظبط. لان هي في السودان في تمويل اصغر موجود والافكار موجوده، لكن التطوير محتاج انه يكون في شمول مالي. بالظبط. وفي انسان يقدر يتعامل مع البنوك، مع الخدمات يعني البنكيه، عشان يقدر يستفيد من الخدمات البنكيه. يعني هسه احنا لو جينا بتلقى مثلا في القرى وفي المدن عندهم واحد بس اللي هو الشيخ الغري او زول عنده سمارت فون بيقدر يجيب لهم الكهرباء الخدمات. فلو قدرنا وصلنا له عنده حساب مصرفي، وقدر من خلال تليفونه البسيط من خلال اس ام اي، اي زول عنده شريحه انه يكون عنده حساب مصرفي. فنحن هسه حاليا عندنا 40 مليون نسمه او ما يقارب 40 مليون نسمه، عندنا في المنظومه البنكيه 4 مليون نسمه. ولو نحن جينا ممكن يكون انت عندك حسابين وعندك 3 حسابات، يعني محسوب الحسابات دي ما حقيقي. أيوة يعني معناها لو جينا رجعنا ممكن تكون 3 مليون نسمه. فكي يعني عشان انا ازيد النمو بتاع الاقتصاد بتاع بلدي وازيد التطور بتاع الاقتصاد، لازم انا اضمن انه الناس دي كلهم يكونوا معي في المنظومه البنكيه. اهو ده الشيء ممكن يساعد. طيب على ذكر الشراكات والتشبيك، سواء كان ما بين المختصين والخبراء في هذا الجانب، جانب رياده الاعمال، ما بين المستثمرين ايضا ممكن يمدونا بالمال الكافي، يعني للعقول اللي عندها تجارب حابه انه تكون تجارب ملهمه وتاثر في الشباب اللي هم عندهم الفكره، فكيف انتم من خلالكم او من خلال تنظيمكم الكبير ده تعملوا تشبيك ما بين كل الجهات دي؟ الحمد لله نحن عندنا شراكات كبيره جدا مع مجموعه من المنظمات العالميه، بترعى سنويا الفعاليات بتاعتنا بصوره مستمره. السنة دي عندنا شراكة مهمة مع UNDP، هي الراعي للبرنامج بتاع ستارت اب ويكند، في السين بتاع الشمول المالي. وكان هسه عندنا جولة بتاعت الـ YLB اللي هي يوث ليدرشيب بروجرام التابع للـ UNDP، وعندنا جولات في 13 ولاية كانت انتهت في الأسبوع الفات. نشرنا مفهوم ريادة الأعمال بصورة كبيرة ومفهوم المبادرات بتاعت القادة الشباب. الحمد لله وصلنا 13 ولايه في كل السودان، وكانت جوله ممتازه جدا جدا الحمد لله. بس عندنا معانا مشاركات، معانا بنك السودان المركزي، معانا EBS، معانا جائزه الالمانيه، معانا مجموعه كبيره من المنظمات اللي هي دعم الشباب ودعم التطور بتاع الاقتصاد بتاع السودان. طيب في محور اخير، يعني كان بيواجه الشخص اللي عنده الفكره عشان يواصل ويمشي لقدام، انه كيف يسجل فكرته دي يحفظها في الحقوق الفكريه او كذا عشان ما تسرق الفكره دي؟ فكان دائما يعاني الشاب او صاحب الفكره من التشريعات اللي قد تكون هي يعني مكبته جدا لتفاصيل حياتهم. فهسه الحاصل شنو؟ هل الحاجه دي مع التغيير يعني في العهد الجديد ده
انه حنستشرف خير ان شاء الله في افكارنا تكون على ارض الواقع، ويكون اي شخص متحمس انه يسجل فكرته اول باول. بالضبط، نحن اول حاجه نحن منظمه غير حكوميه، يعني ما عندنا علاقه بالتشريعات دي وبالهنا، لكن نحن اول بندعي انه الشباب ما تحاول انك تسجل فكرتك، اشتغل عليها حتى لو نشرتها للمجتمع كله ماله اللي حيسرق فكرتك ده انت زول سبقك في شغل بتاع فكرتك، فانت اشتغل على فكرتك عشان تقدر تحققها. دي صراحه صعب يقنعهم بها انه الفكره تسرق دي. ما انت لو اشتغل عليها هو افضل منك، انت ليه محتفظ بفكرتك؟ اشتغل عليها. اشتغل عليها، تعال ستارت اب ويكند. بالضبط، تعال ستارت اب ويكند خرطوم، تعال منصات ثانيه، في منصات الحمد لله بتاعت رياده اعمال كثيره يعني كبيره موجوده متوفره. نتمنى انه احنا رياده الاعمال يكون لنا دور في التنميه الاقتصاديه خاصه في السودان الجديد. يمكن الناس كان شويه متخوفه من موضوع البنوك لانه البنوك مرت بازمه. بالضبط، كان في عدم سيوله والناس الثقه، لكن ان شاء الله كل شيء راجع لاحسن وافضل من اول، وسودان جديد بشباب بافكار رياديه للاعمال جديده. احنا شاكر لك كثير جدا باشمهندس عبد المنعم بابكر منسق ستارت اب ويكند خرطوم. شكرا لكم وشكرا على الاستضافه الجميله، واتمنى ان اكون خفيف الظل عليكم. كنت لا خفيف جدا، كثر خيرك. شكرا لك.